سعيد. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحافلة الوداد تتواجد بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء و تستعد بطبيعة الحال، كيستعدوا اللاعبين للمباراة اللي غتجمع بينهم وبين نهضة بركان على الساعة 6 مساء. فريق الوداد البيضاوي كيتواجد بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء. اليوم مباراة ضد نهضة بركان بمدينة المحمدية. نتمناو طبيعة الحال التوفيق للفريقين. في هذه المباراة اللي غادي تجمع ما بين نهضة بركان والفريق الأحمر، وخصوصا أن الفريق الوداد البيضاوي كيمر من بعض أزمات، وأكيد ان لكل جواد كبوه، وغادي تكون ان شاء الله نتيجه مزيانه للفريقين. وكتبقى كره القدم راها كره وروح رياضيه، نتقبلوا بها اي نتيجه. إذن هذه هي الحافلة اللي جا فيها الفريق الأحمر. واللي غادي يلعبوا ضد نهضة بركان بمدينة الزهور. الساعة 6 مساء. أكيد أن المدرب فوزي البنزرتي غيدير كاع المجهودات ديالو في هذا اللقاء. أيضا مدرب فريق نهضة بركان غيديروا المجهودات ديالهم باش كل واحد فيهم كيقلب على الفوز. قلب أحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، هذه هي حافلة للفريق
وداد الأمة. الدورة 19 البطولة الاحترافية ديال المغرب في دورتها 19 اليوم الساعة 6 فريق وداد الأمة غادي يتلاقى بنهضة بركان الساعة 6 بمدينة المحمدية. مشاهدينا الكرام شكرا لكم وإلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.